We all live in a digital world. We all need it to be open and safe. We all want to trust. And to be trusted. We all despise control. And desire freedom. We are all united. أرحب بكم. بعد قليل سنبدأ جلستنا التي تتعلق بالتعافي الاقتصادي العالمي في أي مكان نحن الآن. نحن الآن في كاتوفيتسا، جزء منا يلتقي بشكل عادي والجزء الآخر منا سوف يلتقي عن بعد بسبب جائحة كوفيد-19 التي أكدت أن نقوم بأعمال مشتركة من أجل إنقاذ الاقتصاد العالمي، ولذلك أن نحرر كل محفزات الاقتصاد من أن يكون، لأن النطاق الاقتصادي لم يكن متساويا قبل ذلك ولكنه الآن. يمكن للاقتصاد الرقمي أن يلعب دوراً أساسياً كعامل تمكين لفرص التنمية البشرية والتحسين الاقتصادي. تعد أهمية الاستثمار في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وإتاحتها لجميع شرائح السكان أحد الدروس المستفادة من التعافي. توفر تكنولوجيا المعلومات والاتصالات فرصاً لكل من البلدان المتقدمة والنامية كمسرعات نحو اقتصادات المعلومات ذات القيمة المضافة العالية التي يمكن أن توفر نمواً منصفاً ومستداماً للجميع. في الوقت نفسه من المحتمل أن تصبح الفجوة الرقمية العالمية الحالية الوجه الجديد لعدم المساواة العالمية. هذا ونبدأ مناقشتنا من سوف أقدم الضيوف من المشاركين في الجلسة. هناك من ينضم إلينا بعد لحظات. لدينا وزير الإدارة المحلية من سلوفينيا، أرجو بعض كلمات الترحيب. شكرا، أنا فخور جدا على المشاركة في هذه الجلسة، وأعتذر في البداية لأنني سوف أستاذن وأغادر بوقت مبكر، إذا أرجو من السادة أن تواصلوا الجلسة بدوني بعد ذلك. إذا ربما ستوافق على تقديم بعض التعليقات على هذا السؤال الذي طرح في البداية، أين نحن والدروس المستفادة التي درسناها خلال جائحة 19؟ فكوفيد-19 هي جائحة وهي عدلت وبشكل راديكالي من رؤيتنا وإبصارنا لعملية الرقمنة وأسرعت هذه الرقمنة. إن التكنولوجيات الرقمية هي لا غنى عنها من أجل المضي قدما في العمل والدراسة والحفاظ على روابط التواصل الاجتماعي والمشتريات. التكنولوجيات الرقمية هي تمكننا من مواصلة الحياة اليومية. جائحة كوفيد-19 أيضا هي أظهرت لنا بأننا قادرون على اتخاذ قرارات بشكل أفضل عن طريق تحليل البيانات، وهذا التحليل المعمق أيضا نحتاج إليه من أجل تنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة، فعلينا إدراج الذكاء الاصطناعي والإنترنت وبيك ديتا وإنترنت الأشياء. كما ذكرت، هذا عملية الرقمنة المتسارعة متعلقة بالعديد من الإيجابيات، ولكن لها أيضا نقاط الضعف، وهناك الإقصاء الاجتماعي في مختلف أنحاء
العالم، فلذلك أظن بأننا يجب علينا التجديد، لأن التكنولوجيات يجب أن تكون موثوقة وذات المصداقية، ويجب أن يضع البشر في المركز في الوسط، يجب أن تكون منصفة، وعلينا أن نستثمر ليس فقط في الاستثمارات الجديدة وسبل التواصل والاتصال، لكن أيضا بناء القدرات والموارد البشرية الذين سوف يستفيدون منها. شكرا جزيلا. أظن بأننا وبعض المشاركين منا الموجودين في القاعة في كاتوفيتسا هم وزير الاتصالات والتكنولوجيا من الجمهورية العربية السورية، هو معنا السيد إياد محمد الخطيب، هل تسمعنا سيدي؟ أنا سعيد أن أكون معكم في هذه القاعة. إن جائحة ضربت العالم كله، نتحدث الآن الموجة الخامسة تقريبا من الوباء، هناك صنف جديد منه من الفيروس أوميكرون. ماذا تعلمنا؟ بعد العام 2019 كل المدن حول العالم دخلت في الحجر الصحي، وهذا تعلق بتحديات جبارة أمام الحكومات لكل من هذه الدول. الحكومات كانت تفكر في كيفية توفير البنية التحتية اللازمة للسكان، والإنترنت سمح لنا بالحفاظ على توافر خدمات شتى، فإنه متوافر 24 ساعة في اليوم وسبعة أيام في الأسبوع، والإنترنت أصبح هو بيتنا ومنزلنا. ويمكن القول إن حركة المرور حلت محله الحركة بالإنترنت والتدفق، فهو يشهد الكثير. الآن التحدي الكبير الذي نواجهه هو كي نستثمر في البنية التحتية للاتصالات وشبكات الإنترنت بهدف التصدي لهذه التحديات من الحركة والتدفق في الإنترنت. ولهذه الأغراض هناك حاجة إلى على صرف مبالغ فعلا كبيرة على الاستثمارات في هذه الشبكة الإنترنتية، وكذلك علينا أيضا وبشكل مستمر تنمية الخدمات الرقمية التي هي تسمح لنا وتمكننا، أو بالأحرى إن تنمية الخدمات الرقمية سريع للغاية مقارنة ب الخدمات الاقتصادية التقليدية، بأننا يجب أن نستثمر فعلا الكثير في تنميتها. شكرا لسيادة الوزير. أيضا يانوش تشيشينسكي معنا، وزير الدولة للشؤون الرقمية في مستشارية رئيس الوزراء البولندي والمفوض الحكومي للأمن السيبراني من بولندا. أريد أن أرحب بالجميع الحاضرين هنا ومن يسمعنا عن بعد بفضل هذه التقنيات التي تغير شكل حياتنا. وفي الأشهر الأخيرة كنا شهود على هذه التغيرات، لأن كما أذكر السادة بأنه بسبب الجائحة النسخة السابقة تم إلغاؤها من لقائنا هذا، والآن هذا أصبح حدث آخر نستطيع أن نقوم به عن طريق عن بعد أونلاين، وأن هذه التقنيات ترينا كيف يمكن أن يتغير العالم. وعندما نتحدث عن السياسيين فإن أفق التغيرات هو عدة عقود أو عدة سنوات، ولكن هنا نحن نثبت أنه يمكن تغيير العالم بسرعة كبيرة جدا، وأن هذا التغيير يمكن أن يؤثر على حياتنا في ظروف أسبوع أو عدة أسابيع. لذلك هذا ممكن، ونحن وأنا أرى أن هذه التغيرات جزء من برنامج الأمم المتحدة، لأن
التقنيات الجديدة تؤثر على الاقتصاد وبشكل غير مسبوق وغير قابل للقياس مع الخدمات الأخرى الاقتصادية. وبالطبع نحن نحتاج إلى استثمارات عديدة، ولكن هذه الاستثمارات عندما تبدأ نستطيع أن نستفيد من التقنيات ونقوم باستخدام الحلول التي تم وضعها، ونستطيع أن نروج لها في العالم حتى يصبح الوصول إليها من قبل مليارات السكان ممكنا. إن هذا سيغير هذا التغيرات وبشكل كبير جدا، ونستطيع اليوم أن نقول أن التقنيات الرقمية تغير العالم بشكل سريع، وربما في كان ذلك من الخيال العلمي، ولكن نحن الآن نستطيع أن نتحدث عن ذلك، وأن هذا الحدث الذي يحدث هنا في بولندا في كاتوفيسا، أنا سعيد لأنه له هذا القياس العالمي، لأنهم لا يستطيعون الاتصال معنا دون أن يتصلوا عن بعد. شكرا جزيلا لك. أنا لدي أيضا الأمل أن أتي إلى مدينة كاتوفيتسا، لكن للأسف بسبب التقييدات البريطانية لم يكن ذلك ممكن. وقبل أن نتصل أو نتواصل مع مشاركين آخرين، أود أن أريكم الآن رسالة مسجلة من السيدة الميدا سالسي ألسنبا. ولكن لم ننجح في تشغيل الفيديو. لا، السيدات والسادة الكرام، أود الحديث باسم اليونسكو، وأنا سعيدة بأن أشارك في جلسة حوكمة الإنترنت القمة في عام 2021. سوف أتحدث باسم دول الآسيا والباسيفيك، وحتى عام 2030 سوف تتغير هذه المنطقة بشكل كامل تقريبا وشامل، والتحولات الرقمية سوف تلعب دورا هاما وجوهريا في هذه التغييرات في منطقتنا. حتى الآن هذه الإصلاحات الرقمية لها تأثير كبير وجذري على كافة مجالات اقتصادنا. تطبيق هذه التكنولوجيات الجديدة تمكن من بناء مجتمع يشمل الجميع. نحن نعامل أو نواجه بعض أشكال الجائحة الجديدة مثل فيروس أوميكرون، ومن المحتمل ألا تنتهي الجائحة في الأشهر القليلة القادمة، لأن ربما ولفترة بعد سوف يجري جزء كبير من نشاطنا في المساحات الإنترنت الافتراضية. هناك أيضا الأشخاص الكثيرون الذين ما زالوا يعانون من الإقصاء الرقمي. تقريبا نصف من 4 مليارات الناس في هذه المنطقة ليس لديهم الوصول إلى الإنترنت، نصف عدد السكان، ويجب أن نسعى إلى أن نضمن التعافي الاقتصادي لمنطقتنا، وهذا يتطلب خير الاستفادة من التكنولوجيات الرقمية. فنحتاج الاستثمارات في التكنولوجيات الجيل الجديد وإيجاد سبل وطرق جديدة للوصول إلى شبكة، وهذه الوتيرة نحن ما زلنا نحتاج إلى تنميتها. الإمكانيات الجديدة موجودة في كافة على كافة الجبهات. أولا، نحن في منطقتنا هناك إمكانية لاستثمارات أوسع نطاقا في المجال الرقمي، ولدينا ما يدل على أن أثناء الجائحة في عام 2020 كانت التكنولوجيات الرقمية في الدول مثل الصين أو كوريا أو اليابان سمحت ب
العمل الغير المتقطع والمتواصل للمجتمع في الوقت الفعلي. فيما يخص الطلب فإن الاستثمارات في التكنولوجيات الرقمية سوف تعود علينا بالفوائد فيما يخص التعليم والتربية وإدراج الأطفال في مختلف الإجراءات، وأيضا فيما يخص المحتاجين أو المعاقين. فنحن بصدد بناء مجتمعا متكاملا وشاملا، وهذا يتطلب إلى بعض التدابير والإجراءات وبعض الحلول التي سوف تدرجها الحكومات. نريد إسراع عملية إدراج هذه التكنولوجيات، ونريد بناء شراكات ما بين القطاع العام والخاص. كذلك علينا تكثيف التعاون مع المجتمع المدني. فقط من خلال التعاون نستطيع أن نضمن سبل الوصول إلى التكنولوجيات الرقمية للمجتمع والتنمية المستدامة لهذا القطاع. إذن نحن نحرص على أن نضع أجندة أو خريطة الطريق الرقمية وتوسيع سبل الوصول إلى التكنولوجيات الرقمية في منطقتنا، وهناك خطة عمل تشمل 25 دعائم أو أعمدة، وأيضا منها التواصل والهد أو ردم الهوة الرقمية. ونحن سوف نتعاون مع شركاء مختلفين العاملين تحت مظلة الأمم المتحدة وغيرها من المنصات من أجل شمول الجميع في هذا الخطة. الآن معنا مستشار الأمين العام للأمم المتحدة. شكرا لك جوناثان على تنسيق هذه الجلسة الهامة. أود أن أشكر جميع المشاركين في هذا اللقاء، وأريد أيضا أن أحدد أنني للمرة الأولى في مؤتمر حوكمة الإنترنت، وعلى هذا اللقاء الدعوة إلى كاتوفيتس. هذه هي النسخة 13 التي تتم بشكل هجين، فلدينا من يتصل معنا عن طريق الإنترنت ومن يشارك بشكل عادي في مدينة كاتوفيتس البولندية. لدينا علاقة مع جائحة تهاجم الجميع في العالم، ومنذ عامين في عام 2020 للأسف تم هذه القمة عن طريق الإنترنت، وكان ذلك بسبب التقنيات العالية. أما هذه السنة فهي صيغة هجينة، لذلك نرى بوادر الأولى للعودة إلى الحياة الطبيعية، ويمكن أن نلتقي بشكل عادي في المكان. بالنسبة للمنظمة التي أمثلها وهي وحدة اقتصادية في الأمم المتحدة تقوم بتحليلات، وقد أحد التحليلات قالت أن في عام 2021 سيتم ارتفاع بنسبة 0.33%، وأن هذا ليس ما نطلبه وليس ما هو كافي، لأن للأسف هذا الارتفاع ليس متوازنا في كل أنحاء العالم. إن تحليلاتنا تقول أن حوالي نصف دول الأمم المتحدة هي دول أن مستوى الزيادة الاقتصادية لم تصل إلى المستوى الذي كان قبل
جائحة، أي أنها هذه الدول لن تعود إلى لم تعد حتى الآن إلى عام 2019، وهذا يعني أننا يجب أن نقوم بجهود أكبر حتى يصبح هذا التطور الاقتصادي العالمي أسرع ومتوازن، ولكن لا نستطيع أن نخسر ثقتنا بأنفسنا. ماذا يمكننا أن نتعلم؟ ما هي النتائج التي يمكن أن نحصل عليها في عام 2021؟ نستطيع أن نقول أنه يجب علينا فعل الكثير. أولاً التطعيم، نجد أن التطعيم الذي تم في الدول التي قامت بشكل ناجح بهذه أن هذا انعكس أيضاً إيجابياً على التطور الاقتصادي، أي أن برنامج التطعيم يساعد الناس للعودة على الطبيعة وللعودة إلى العمل وإلى الأمثلة الطبيعية في الاستهلاك. العنصر الثاني هو الاستثمار، ففي العام الماضي وقبله بقليل في تلك الدول التي كانت فيها استثمارات في تحمي السكان قبل من الجائحة، فإن إعادة الإعمار كانت أسرع وأنجح، ولا هذا ليس موجود في الجميع. بعض الدول فيها الإمكانيات الاستثمارية ضئيلة وغير ممكنة، وهذا يخص بشكل عام الدول على مستوى متوسط من أول الدول النامية. إذن الاستثمارات هي عنصر هام جدا، وهناك أيضا عنصر آخر يجب أن نذكره، ألا وهو أن مستوى الوصول إلى التقنيات الرقمية، وهذا نراه خلال السنتين الماضيتين، فإن التقنيات الرقمية ساعدتنا جميعا سكان العالم أن يكون لدينا اتصال مع الآخرين، وكان لنا علاقات مع الجميع، وهذا يسرع إعادة ترميم الاقتصاد، وهي قضية ليست مؤمنة للجميع بشكل متوازن ومتساوي في العالم. حوالي نصف سكان العالم ليس لديها وصول إلى الإنترنت، وهم لا يستطيعون أن يحصلوا على نتائج إضافية كمثلا الشراء عن طريق الإنترنت أو التعلم عن طريق الإنترنت أو الوصول إلى الخدمات الطبية عن طريق الإنترنت. وبذلك نحن هناك دول لديها أيضا مشاكل في وتيرة بناء الاقتصاد، لذلك نرى أن التقنيات الرقمية تسرع ذلك. ما هي النتائج التي يمكن أن نصل إليها؟ وما ذكرته، أولا يجب أن نرغب الجميع وكل الدول بأن تقوم بجهود كبيرة مرتبطة بتنفيذ برامج التطعيم، وهنا لدينا مبادرة ممكن أن تؤدي إلى 70% من سكان العالم، وكل دولة يمكن أن تتم تطعيم حتى عام 2022، وهذا هدف يجب علينا أن نصل إليه. فقط الوصول إلى هذا الهدف نستطيع أن نحلم بعالم بدون جائحة يعود إلى الطبيعة. كذلك إذا لم نستطع الوصول إلى هذا الهدف تحقيقه، فإن النمو الاقتصادي سيصبح صعبا جدا. ويجب أن نذكر أن كل الدول تعرضت لآثار هذه الجائحة، مثل السياحة التي تعرضت، كذلك سلسلة وصول البضائع، وكذلك التطعيم والتطعيم، ومرة ثالثة التطعيم يجب حتى عام 2022 يجب أن نطعم. القضية الثانية هي الاستثمارات، الاستثمارات ضرورية، ليس فقط استثمارات في البنى التحتية، ولكن أيضا استثمارات في تسمح للشركات الصغيرة والوسطى في البقاء في السوق، وهذه الكيانات الاقتصادية هي تخلق أكبر كمية من فرص العمل في المجتمعات، فإذا هذه
في كل الدول يمكن ملاحظة ذلك، ويجب التأكيد على ذلك مرة أخرى. حتى نزيد من فرص العمل في دول معينة من العالم، يجب علينا أن نزيد هذه الاستثمارات والتي تؤدي إلى عدم وجود مشاكل اجتماعية. يجب تدعيم هذه الاستثمارات، يجب مساعدة الدول التي تعرضت لأكثر أزمات من وراء جائحة، وخاصة الديون التي تترتب على بعض الدول. عدة دول للأسف لا تستطيع الإيفاء بأداء ديونها وسدادها، فيجب علينا أن نساعد هذه الدول. لذلك يجب تنفيذ برنامج جديد في إطار حكومة الإنترنت، وهو يتركز على هذه الدول بشكل خاص التي تحتاج إلى استثمارات محددة، وكذلك فإن أزمة وفاء الديون هي قضية مهمة لبعض الدول. طبعا في الماضي كان هناك أزمات اقتصادية كثيرة، ولكن يجب علينا أن نتجاوز الأزمة الاقتصادية القادمة. القضية التالية التي يجب أن نطرحها هي أن قمة الحوكمة للأمم المتحدة يجب أن نستفيد منها كمنصة للعمل على إيجاد برامج تؤدي إلى تسريع الوصول إلى الإنترنت، بحيث أن نستطيع أن نؤمن ردم هذه الهوة في التقنيات المتواجدة. فيجب الاستفادة من هذه القمة في كاتوفيتسا من أجل أن نطالب الجميع أن يدعموا برنامج التطعيم، كل على حدة وعائلة والجميع، بحيث نستطيع أن نساعد أنفسنا وبلدنا والعالم. وعندما نصل إلى هذه الدرجة المعينة من التطعيم، نستطيع أن نحلم بالعودة إلى الطبيعة. شكرا. شكرا على هذه الرسالة الهامة. أما الآن فنرجو الصوت من السيدة المديرة دورين بوغدان مارتين، مديرة الاتحاد الدولي للاتصالات. شكرا، أتمنى أنكم تسمعوني. أشكر لصاحب هذه القمة الحكومة البولندية هذه المناقشة هامة. أين نحن وماذا تعلمنا وإلى أين وصلنا خلال جائحة كوفيد-19؟ لنعود لما قال من سبقني في الحديث، التواصل العالمي جدا مهم، وبشكل مستمر من المهم القضاء على الإقصاء الإلكتروني. نعرف أن جائحة كوفيد-19 ساهمت في تزايد سبل الاتصال أو الاتصالات العالمية بشكل لا مثيل له. 17% ازداد عدد المشاركين للشبكة الإنترنت خلال العامين الماضيين، لكننا نعرف أيضا أن 2.9 بليون من الأشخاص في العالم، ما يعادل 37% من سكان العالم، هم أشخاص الذين لم يتصلوا بالإنترنت أبدا ولو مرة في حياتهم، ينعدم عند البعض الوصول إلى التربية والتعليم والمعلومات وخدمات أخرى. كذلك 4.9 بليون من الأشخاص هم الذين يصعب عليهم الوصول إلى الإنترنت، أو هو مكلف بالنسبة لهم، أو بطيء للغاية، أو الإنترنت يعمل بشكل
متقطع وغير سلس، وهذا ينقلني إلى حجتي الثانية، وهي أن هناك فرصة كبيرة تظهر هنا لنغير شكل الاتصالات الدولية بشكل فعال. نحتاج إلى شراكة ونعمل مجتمعين، ونحن نستطيع إنجاز الكثير عندما نعمل بشكل موحد. التطعيمات والتلقيحات هي خير دليل على مثل هذا التعاون، كما قال السيد وكيل الأمين العام للشؤون الاقتصادية والاجتماعية قبل قليل. نحن في الاتحاد الدولي للاتصالات شغلنا وأطلقنا حزمة كاملة من النشاطات المتعلقة بكوفيد 19، وأظن بأننا نستطيع القول إن كل الدول تواجه وتتصدى لنفس التحديات مستقبلا. يجب القضاء على الإقصاء الإلكتروني، ويجب الاستثمار في البنى التحتية الجديدة، ويجب أن نعزز ونروج للتحول الرقمي، ويجب أن نبني ونقوي هذه المقاومة الرقمية للأزمات التي سوف تأتي. خلال الجائحة كنا ومع بعض نواجه هذه التحديات، وهذه التحديات التي تتصل بالرقمنة هي أكبر من مجرد دولة واحدة. وأنا أدعوكم للمشاركة في هذه الجلسة. أظن أن كل الدول عليها يتوجب عليها تشغيل كل الموارد المتاحة لدعم عملية الرقمنة. الجلسة المسائية سوف تتم اليوم. شكرا يا دورين. أما الآن فأود أن أنتقل إلى سيمونيتا دي بيبو، والسيدة هي مديرة مكتب الأمم المتحدة لشؤون الفضاء الخارجي. شكرا على إعطاء الصوت. هذا الوقت الذي نلتقي فيه هو مهم جدا، أنه من ناحية كلنا نتصدى لهذه التحديات المتعلقة بالجائحة، وفيما يخص مكتبنا مكتب الأمم المتحدة لشؤون الفضاء الخارجي، فنحن نبذل جهودا رامية إلى الاستفادة أو توفير الفوائد المتوفرة أو الآتية من فتح الفضاء الخارجي لتوسيع سبل الاتصالات في العالم وتوسيع المجال الرقمي. كما سبق وقال المتحاورون الآخرون، حان الوقت لنقوم بجهد مشترك في هذا الصدد. فيما يخص الأمور التكنولوجية، فنحن ما زلنا نتصدى لتحديات حاسمة فيما يخص وصول كافة سكان العالم إلى الإنترنت. الجائحة هي دفعتنا نحو اتجاه الصحيح نوعا ما فيما يخص توسيع طرق الاتصالات في العالم. كما قال الأمين العام للمتحدة، فهو لعب دورا هاما في تعزيز التعاون الرقمي، وهذا التعاون الرقمي أو تقريره بهذا الشأن، تقرير الأمين العام الشأن بالتعاون الرقمي، هو أيضا يشمل توصيات ملموسة وواضحة تخص الاتصالات الدولية. سيادة الأمين العام أشار في تقريره إلى مدى أهمية Our Common Agenda، أي خطتنا المشتركة. وأخيرا وليس آخرا، فيما يخص ما يقوم به مكتبنا لشؤون الفضاء الخارجي، فهذا الفضاء وبنيته التحتية تستفيد بشكل فعال البيانات المتاحة رقميا، وهي البنية التحتية الرقمية. الفضاء الخارجي
وأيضا من العوامل التي تسرع الوصول والتحقيق إلى أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة كما أشير إليه سابقا. من الجوهري هو الوصول والتوصل إلى التعاون والشراكة، فهذه الأهداف مثلا الهدف السابع عشر من الأهداف الرئيسية لنا، هذا فيما يخص الجهد المشترك. شكرا جزيلا. أود الآن أن نتحدث ونتناقش معنا السيدة كويتا فالكوني، المؤسسة والمدير التنفيذي لأفريكا ديجيتال رايتس هوب، وأريد أن أسألها عن النمو المستدام. شكرا لكم. أعتقد أن العالم الآن هو متصل ببعضه أكثر مما كنا نتوقع، أكدت ذلك الجائحة، أكدت على أهمية التكنولوجيا، وبشكل واضح أظهرت لنا أن الدول في مثلا في أفريقيا والتي مسدود أمامها باب الانفتاح على هذا العالم، عالم الإنترنت، وأن في مثلا في بلدي هناك العديد من المشاكل، ومشكلة الفقر ازدادت في هذه الفترة، وازدادت نسبة الجائعين، مما توزيع المنتجات لم نستطع القضاء على هذه الآفة الكبيرة. أنا أسكن في منطقة مدنية وأساعد شابا صغيرا، وخلال فترة الجائحة كان عليه أن يترك المدرسة لأنه لم يكن لديه إمكانية تقنية لتسمح له بالتعلم والمشاركة في الدراسة عن بعد. إذن التقنيات هي مهمة جدا، وبينت لنا ذلك الجائحة، وبينت أيضا لنا هذه الهوة الكبيرة الرقمية بين الدول الغنية والفقيرة، بين الدول المتقدمة والنامية. نرى ذلك عن طريق توزيع أيضا اللقاحات. أود أن في هذه القمة أن أتكلم عن أن أي مجتمع ليس في جزيرة منعزلة، نحن متصلين مع بعضنا، وهذا تبين خلال هذه الجائحة. علينا أن نعرف أن لا نبقي أحدا في الخلف لوحده، يجب أن تتعاون دولنا مع بعضها، واقتصادياتنا مع بعضها، والمنظمات غير الحكومية من أجل الوصول إلى تطور دائم ومستدام. شكرا لك يا جناتانا. أود الآن أن أسأل، ما هي العوائق للوصول إلى نمو مستدام؟ لأن السيد سيتركنا بعد قليل، فالسؤال لك أولا. أعتقد أن الاتصالات ستساعد كثيرا، كما قال ضيوف المحور، فإن الاتصالات هي ليست قضية اختيار، هي ضرورة تسمح لنا بالذهاب إلى العمل أو إلى المدرسة مثلا. لذلك يجب علينا أن نقوي الإنترنت العريض، وفي الذي يصل إلى الجيل الخامس، ويجب أن يكون هذا يعتمد على الشفافية والثقة، ويجب في المستقبل القريب أن تكون هذه الاتصالات العالمية تعتمد على تعاون بين القطاع الخاص والعام، من أجل أن تكون هذه الاستثمارات في البنية
التحتية على مستوى كبير ممكنة، لأنه فقط ذلك يعطينا إمكانية للوصول إلى الإنترنت بشكل أوسع، كما قال ذلك وزير الاتصالات في سلوفينيا. نستطيع أن نحن نقوم بتعزيز هذه البنى التحتية بمساعدة القطاع الخاص والعام، ونقوم بتشجيع المبادرات مثل المدن الذكية والبنى التحتية الذكية، ونستطيع أن أقول أننا سنصل إلى هذه النتائج بشكل أفضل. شكرا على المشاركة، وأتمنى للجميع الصحة قبل كل شيء. شكرا للسيد الوزير. لدينا 6 دقائق وبعدها سوف ننهي في الساعة 12 في توقيت أوروبا الوسطى. أود أن أعطي الكلام لوزير الاتصالات والتقنيات السوري، تفضل. أظن أن أمامنا تحديات كبيرة، وهي قبل كل شيء تحديات أمام الحكومات للدول فيما يخص تحقيق أهداف المستدامة للأمم المتحدة. فأظن أن أهمها وأكبرها هو الاستثمار في البنية التحتية، لأنها يجب أن تكون كافية وقوية بما فيه الكفاية لتعالج هذه الحركة والتدفق المكثف في الإنترنت. بكل التأكيد علينا تركيب وتثبيت العديد من المنصات الرقمية، ومن خلال هذه المنصات سوف تتيح الحكومات مختلف الخدمات لمواطنيها، وهي منصات لإيليرنينج التعليم الإلكتروني ورعاية الصحة الإلكترونية. شيء آخر يخص الاستثمار في البنية التحتية هو كالتالي: يجب علينا توسيع شبكات الاتصالات الكبيرة جدا، وهما التحديان الرئيسيان اللذان سوف نتحدث عنهما. أيضا المضمون الرقمي شيء مهم، يجب إسراع عملية ظهور المحتويات بالإنترنت، وهنا أخص منصات رعاية الصحية الإلكترونية، الاقتصاد الإلكتروني، منصات للمشتريات بالإنترنت. وأيضا علينا كذلك توصيل المعرفة أو نشر المعرفة المناسبة للمواطنين فيما يخص المعاملات المالية الإلكترونية والصفقات. وشيء آخر أذكره ربما من الأهمية بالغاية، المهارات الجديدة لدى الموظفين والمستخدمين، ومنها لا أقصد القطاع الخاص فحسب، بل أيضا القطاع العام. على جميع العاملين يجب تزويدهم بمهارات وكفاءات جديدة تمكنهم من إتمام معاملات مالية بالإنترنت. لذلك أظن بأنه يتوجب علينا إيجاد برنامج أو خطة جديدة ومناهج دراسية في الجامعات تسخر الطلبة لعملية الخضوع لعملية الرقمنة. مثل التكيف الرقمي جدا مهم، وخاصة فيما يخص تخريج الطلبة الجدد وتمكين الموظفين. لدينا 5 دقائق فقط، فأسأل سؤالا آتيا. نسبة كبيرة نسبيا حتى الآن ليس لديهم الوصول إلى الإنترنت. ماذا في رأي السادة يمكن العمل من أجل إسراع عملية الرقمنة، من أجل إتاحة وصول جميع سكان العالم إلى الإنترنت؟ وأرجو الأجوبة باقتضاب شديد. بكل التأكيد العمل الدولي
المكثف. عندما نتحدث عن الرقمنة فلا ننسى بأن في عالمنا اليوم ما زال هناك 800 مليون من الأشخاص ما زالوا ينعدمون الوصول إلى الكهرباء. من ليس لديهم الوصول إلى الكهرباء فلا داعي للحديث عن الرقمنة. فيما يخص الوصول إلى الطاقة الكهربائية فهذا يتعلق بشكل مباشر ووثيق مع الوصول إلى الإنترنت. لذلك كما قلت في البداية نحتاج إلى تعاون وثيق ما بين الشمال والجنوب على الساحة الدولية من أجل تحقيق هذا الهدف الجوهري. ولذلك يتوجب علينا بناء شراكات دولية وتحالفات دولية. منظمة الأمم المتحدة قد تلعب دورا هاما في هذه الظاهرة، ولكنها تحتاج إلى دعم من الدول الأعضاء وغيرهم من أصحاب المصلحة. في السنوات القادمة علينا اتخاذ وبذل جهود مشتركة سعيا لضمان الوصول إلى الوصول الرقمي إلى الجميع. وشكرا جزيلا. والسؤال الأخير إلى دورين بوغدان مارتن مديرة الاتحاد الدولي للاتصالات. دوري مهم ودوري صعب في نهاية هذه الجلسة. يجب أن نقاوم الحواجز والعوائق الموجودة في الطريق، ويجب تعميق المضمون الرقمي. كما ذكرت سيدة سيمونيتا دي بيبو مديرة مكتب الأمم المتحدة لشؤون الفضاء الخارجي، سوف أتحدث باقتضاب. يجب تحقيق الأهداف المستدامة، ونحن سوف نقدم دعما من مكتبنا في هذا الصدد. أنا أقول أنه من الأهم أهم شيء هو الوصول إلى الإنترنت. هذا معناه أن لا يمكن أن يكون الوصول مكلفا بما فيه بشكل مفرط. يجب نضمن البنية التحتية المناسبة. عندما نتحدث عن حاجة الناس إلى الوصول بالإنترنت فيجب أن نتواصل مع هؤلاء الناس أولا الذين ينعدم لديهم هذا الوصول. السيد يانوش تشيشينسكي وزير الدولة للشؤون الرقمنة والأمن السيبراني في بولندا. أنا عملت محاسبات سريعة ونحن ما زلنا في الحاجة إلى تقريباً 100 مليون يورو كي نوصل 3 بلايين من الناس إلى الإنترنت. هذا يمكن إتمامه وتنفيذه، ولكنه هو شيء نستطيع نعمله، ليس إلا 100 مليون يورو. عندما تتحدث سيد بهذه النغمة فهذا بالفعل يبدو أنه يمكن تحقيقه. آسف على تأخير هذه الجلسة. أشكر الجميع المتحدثين والمشاركين وشكراً.